ونسبتنا هذا المساء أن نلتقي للأستاذ الفنان شاكر حسن آل سعيد. طبعا الأستاذ شاكر ما بحاجة إلى تعريف، علاقته في هذه المؤسسة وهذه الدار علاقة وثيقة، وعمل مدة عام على ما أظن مستشارا ثقافيا لهذه الدارة ولمؤسسة عبد الحميد شومان، وحصيلة هذا العمل نتج عنه كتاب أصدر، أول كتاب يصدر عن الدارة بعنوان حوار الفن التشكيلي، وهو مجمل المحاضرات والندوات التي تمت في عهد الأستاذ شاكر حسن. الأستاذ شاكر حسن من مواليد العراق السماوة عام 1925، وتخرج في دار المعلمين العالية فرع العلوم الاجتماعية العراق عام 1951. ساهم مع جواد سليم في تأسيس جماعة بغداد للفن الحديث، وعام 1954 تخرج في معهد الفنون الجميلة فرع الرسم بغداد، وأقام المعرض الشخصي الأول له بين الأعوام 1955-1959. سافر في بعثة دراسية إلى باريس ودرس في معهد البوزار. عام 1961 أقام المعرض الشامل الأول في قاعة معهد الفنون الجميلة في بغداد، وهناك حدث مهم في حياة الأستاذ شاكر اللي هو عام 1971 عندما قام بتأسيس تجمع البعد الواحد في بغداد، وتلا ذلك عام 1974 معرض الشخصي له كان بعنوان رؤى تأملية في بغداد. شارك أيضا في مهرجانات وبيناليات عديدة، من ضمنها مهرجان كان في فرنسا، بينالي البندقية، بينالي سان باولو 15، وقام معرض الشخصي في بيروت، معرض مشترك في تونس، جاليري سبان في الكويت. وعام 1982 تفرغ للتأليف والرسم في وزارة الثقافة والإعلام في بغداد. وعام 1983 أقام المعرض الشخصي في قاعة الرواد، ومعرض شخصي آخر بعنوان تأملات موضوعية في قاعة الرواد أيضا. وأقام معارض الحقيقة شخصية ومشتركة شارك فيها، من أهمها أيضا نذكر معرض تواشج العلامات الذي أقيم في معهد العالم العربي في باريس، أيضا معرض سبعة فنانين عراقيين في قاعة مؤسسة شومان عندما كان مقرها في الشميساني عام 1990، وأقام معرض في المتحف الوطني الأردني للفن الحديث هذا عام 1992، ولا يزال يرسم ويكتب بهمة عالية وبدون كلل، وله العديد من المجموعات العامة في العراق، تونس، الأردن، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، لبنان، سوريا، ومركز صدام للفنون في بغداد، المتحف الوطني الأردني، مؤسسة عبد الحميد شومان، مطار بغداد الدولي، ساحة الاحتفالات في بغداد، قاعة غازي سلطان كويت، معهد العالم العربي في باريس، وحاصل على العديد من الجوائز العالمية، من أهمها الجائزة القومية مهرجان كان سورمير فرنسا 1975، والجائزة الأولى للمهرجان العالمي في بغداد عام 1986. الأستاذ شاكر أيضا لا جال كونه فنان تشكيلي، هو منظر وقام بالتأليف العديد من المؤلفات، نذكر منها البيان التأملي ضد الترف الفني
من امتثال القارئ القائم عام 1966، الحرية في الفن عام 1975، الأصول الحضارية والجمالية للخط العربي عام 1988، دراسات تأملية عام 1968، البعد الواحد عام 1970، من تاريخ الحركة التشكيلية في العراق جزءان 81-1988، من مستهلات المعارض الشخصية عصر الفداء 1983، تأملات موضوعية 1985، حالات موضوعية 1986. مقالة مفاهيم أساسية في رؤية الفنية الراهنة مجلة فنون عربية 1982، وأشرف وقام بإعداد الكتاب اللي ذكرناه اللي هو حوار الفن التشكيلي اللي صدر عن دارة الفنون. أهلا وسهلا بك أستاذ شاكر، ويا مرحبا بك على بيتك. شكرا يا أهلا. أشكر أخي الأستاذ الدكتور خالد الفريس من سليم قلبي على هذا التقديم الرقيق، كما أشكر الأستاذ علي ماهر تفضله في تهيئة هذه الأمسية هو والدكتور خالد. إن موضوع المحاضرة في الواقع يذكرني بتلك السنوات بالأحرى 92 ليس ببعيد، التي حاولت أن أقدم فيها ما أستطيع من أجل الثقافة الفنية في الأردن وفي الوطن العربي أجمع. يعني أنني لا أفكر في الواقع بما هو مرحلي بمقدار ما أفكر بما هو مصيري أيضا. ومن كل ومن صميم قلبي أيضا أشكر مؤسسة عبد الحميد شومان على أنها فتحت في قلبها ومكنتني من أن أعبر عن آرائي الفنية وأن أتواصل مع المؤسسة في ما تقدمه من نتائج وعطاءات ثقافية هي في أولاً وآخراً من أجل الواقع العربي ومن أجل الثقافة العربية والعالمية أيضاً. الموضوع المحاضرة هو البعد الواحد أو بالأحرى الفن البيئوي من منظور محيطي. يؤسفني أني لا أمتلك كل تلك الشرائح التي سوف تغطي هذه الأمسية هذه الندوة، ولكن سأحاول أن أوفق أو بالأحرى أن أجد الصلة بين ما هو مقال وما هو منظور ومسموع في نفس الوقت. ما هو مفهوم البعد الواحد؟ ما هو مفهوم البيئة؟ وهل يقتصر الأمر على مجرد التحدث عن البعد الواحد كمجرد رؤية وبرنامج ثقافي فني معين وتشكيلي بالذات، أم وكذلك بالنسبة للبيئة، أم أن الأمر يتعدى هذا الحديث هذا النوع من الحديث إلى ما يمثله كل من البعد والبيئة من تمثيلات أو من رؤى متجددة في نفس السامع والمشاهد بما يحقق معنى هذه الإشكالية problematic التي يعنيها الموضوع. إذن نحن الآن بإزاء ثلاثة مصطلحات أو مفاهيم: الإشكالية والبعد الواحد والبيئة. فما المقصود بالإشكالية؟ المقصود بالإشكالية وهي غير المشكلة problem أن هناك تأرجحا أو تراوحا ما بين النهاية والبداية، هناك موقف ليست له من نتيجة، لأن النتيجة سوف بالتالي تتسبب في ظهور بحث جديد في هذه المشكلة. فإذا هي مشكلة غير منتهية على الإطلاق، تنتهي وتتجدد باستمرار. هذا الانتهاء والتجدد في صلب أو في جوهر أو في نسيج الإشكالية هو ما يعرف معرفيا باسم الكيان الأسطوري. الأسطورة غير التاريخ، التاريخ له بداية وله نهاية،
التاريخ مفهوم زمني، أما الأسطورة فمفهوم زمني في حالة دوران، في حالة اللي في حالة دوران مستمر، ينتهي تأريخ الأسطورة ويبتدئ من جديد وهكذا. أما مفهوم البعد الواحد فهو في الواقع مفهوم بل مصطلح حاولت أنا في عام 1971 أن أطلقه على ما تعلم باستعارة الفن الحرف العربي وكذلك العالم اللغوي عموما، يعني حرف والعدد وأنواع من الحروف وجمل مقروءة وغير مقروءة مكتوبة وممسوحة إلى آخره في الفن التشكيلي وهو السطح التصويري. فالبحث في البعد الواحد هو بمعنى تخطي هذه المساحة ذات البعدين نحو ما قبل ظهور المساحة ذات البعدين وهي البعد الواحد، يعني الحافة التي تفصل ما بين سطحين أو الخط غير المرسوم الذي يفصل ما بين لونين وهكذا. فهي بالواقع البعد الواحد لا يمكن رسمه، لأن مهما رسمنا خطا وسميناه بالبعد الواحد أو كطول أو عرض فهو يأخذ مساحة على سطح اللوحة، إذن هو ليس ببعد واحد بل ببعدين. فكيف يتسنى إذن للفنان أن يعبر عن هذا البعد الواحد على سطح ذو بعدين؟ هنا نحن في جوهر المنهجية، يعني كيف يستطيع أن يمنهج الفنان بحثه عن البعد الواحد من خلال البعدين بحضور اللوحة ووجودها المستمر ودون إلغاء اللوحة ومحاولة التعبير عن الفن في أعمال أخرى بيئوية إيماهية وإلى ما شابه ذلك. إذن هنا يأتي المصطلح الثالث أو المفهوم الثالث وهو البيئة. فما هو ما هي البيئة بالنسبة للفنان التشكيل الباحث عن البعد الواحد، وما هو مفهوم الفن البيئي؟ الفن البيئة في الواقع هي المرجع أو المحيط الطبيعي وربما المصطنع الذي هو بمثابة إفراز حضاري تصنيعي قد يكون يحيط بالإنسان. فكل ما يحيط بالإنسان هو بيئة، وهناك بيئات متعددة، بيئة ثقافية، بيئة اجتماعية، بيئة اقتصادية، بيئة محيطية، تضاريسية، مناخية إلى آخره. الإنسان لصيق البيئة، لصيق المحيط، لا نستطيع أن نجمع عنه. إذن الفنان حينما يحاول أن يكتشف علاقته الذاتية مع البيئة سواء من خلال الرسم أو أعمال فنية، إنما هو بيئوي بهذا المعنى، يعني ينتمي إلى البيئة، وهذا جذر معروف في التصوف، في التصوف عموما، في التصوف الآسيوي يعني الحصر الهندي أو حتى التصوف المشرقي في إيران وفي العراق وفي كل عالم غربي، هو أيضا بمثابة حالة الذات الخطير على المرجع هو البيئة. الفن البيئوي عبارة عن اتجاه في الفن ظهر أو حاولت أنا أن أكتشفه لدي أولا ولدى بعض الفنانين الآخرين من حيث اهتمامهم بالتقنية المستعارة من الجدران ومن الأرض. هم بيئويون بهذا المعنى، وهو أنهم يحاولون أن يقتبسون ما هو كان مجهولا في مفهوم البيئة وأصبح الآن معروفا كتقنية. فإذا ما حاول الفنان إذن أن يلتقي مع هذه البيئة فلا بد له من أن يعالج هذا الالتقاء من خلال الأبعاد dimensions وليس من خلال انتشار السطوح أو تجاورها على السطح التصويري. يعني حينما يرسم الرسام الأكاديمي الرسام الانطباعي وتشخيصي وكل المدارس الأولى التي ظهر
تقارب في أوائل القرن العشرين وحتى ظهور التجريب، فإن تغطية المسائل السطح التصويري بالألوان هالنوع من التغطية هو معاملة لا تمس جوهر العالم الفني بالذات. اللوحة هي جزء من البيئة بالطبع، يعني الخشبة أو الورقة أو قطعة القماش هي جزء من المحيط، والفنان يحاول أن يلتقي بالمحيط من خلال هذا الجزء. طيب لماذا إذن لا يتعمق ويناقش مسألة الأبعاد في هذا العمل الفني؟ وهكذا فإن الحفر والتعايش مع اللوحة أثناء رسمها هو جوهر هذا المفهوم في الفن البيئوي. رسم في هذا الاتجاه من بغداد رسامون معروفون كالرافع الناصري مثل علي طالب مثل محمد ماهر الدين سلمان عباس، كما ظهر الجيل وذلك منذ سنة 85. ولكن هو موثق في كتابي مقالات التنظير والنقد الفني نشر عام 1994. لكن اتضح لي أيضا أخيرا أن هذا المفهوم لم يظهر في العراق فقط، بل ظهر في البلاد العربية الأخرى، ومن اهتم بالفن البيئوي والحروفي في نفس الوقت، يعني في البعد الواحد والفن البيئوي، الأستاذ دكتور خالد خريس، الأميرة الأستاذ علي، سهاد شمال، وعلياء عمورة وفنانون وعزيز عمورة وفنانون كثيرون في الأردن، وربما هناك أيضا بعديون أو أبعاديون وبيئويون في كل العالم العربي. المحيطيون الجدد هو مفهوم أيضا حاولت أن أطبقه في بعض مقالاتي على لفيف من الفنانين العراقيين من شوارف العراقيين، منهم كريم بسن وحناء مالوغة وغولر، وهي إحدى الفنانات الموجودات حاليا في القاعة، وكذلك نزار يحيى وقريشي وغيرهم. فهم فنانون شباب يهتمون بالبيئة في أعمالهم الفنية ومن منظور البعد الواحد. الآن نستطيع أن نشاهد بعض الشرائح حول البيئة وإمكانية معايشة البيئة في العمل الفني. فنشاهد بعض الشرائح. بالطبع الإضافات اللي موجودة على الأرض أو على الجدار
لأنها واضحة وهي تساهم إلى حد كبير في ظهور أشكال جمالية في الفن التشكيلي وبالمفهوم المعاصر أيضا. الفنان حينما يبحث عن أمثال هذه البقع الواضحة فهو يحفر في اللوحة الفنية، إذا هو يتعايش مع اللوحة البيئة في عمل الفن. قلنا علاقة اللوحة بأبعاد اللي نتكلم عنها. نعم، البعد الواحد هو ما يسبق ظهور سطح التصوير لذاته، لكن حينما نتمحور ندخل في اللوحة فإنما نريد الوصول إلى البعد الأول الذي ظهر قبل البعدين، وبعد البعدين سوف يظهر البعد الثالث. يعني النحات حينما أيضا يظهر لنا الفكرة، لكن هو يكون باحثا عن البعد الواحد في النحت من خلال الريليف، يعني النحت المسطح الذي أخل ببعد واحد من هذا النحت الانراوند، فأصبح بحثه عن هذا الواحد. لكن هنا في محاولة الانتقاء مع الطبيعة تساعد المحاولة بحث الفنان عن نتائج تقنوية جديدة في هذا المجال. مثلا سوف تشاهدون أعمال من عندي وصلت إلى بعض التقنيات بمثل الرياضة الاجتماعية. لنفترض أن هذا السطح الأول لهذه البقعة هو السطح الأساسي، فإذا إزالة كل ما يحيط بهذا السطح من إزالة وبحث عن البعد الواحد وبحث عن أعماق الأبعاد، عن أجمل الأعمال واحد يتمنى لو يرسم هالشكل. هذا أيضا في نفس الموضوع، الظلال تكون دون أن ترسم، يعني ضد الواقع. شاهد ربما هنا الإضافات اللوحية ما موجودة بالطبيعة أساسا، لو لم تسطع الشمس تسطع الشمس على هذه التكوينات. إذا الضد أين يوجد الضد؟ ما إلى وجود مثل الخط، يعني لو الآن وين الصفحة يتكون عندنا خط ما بين صفحتين، طيب وين موجود الخط؟ هل هو مرسوم على الصفحة؟ طبعا لا، إنما تكون نتيجة طيب الصفحة. كذلك هذا الخط، هذا الخط ليس له وجود إلا بسبب سطوع الشمس، وبالتالي تكوين إضافات جديدة لونية على صفحة الأرض، فهو من البعد الواحد في هذا المعنى. هذه لوحة أخرى فيها ظلال وفيها نحت، يعني فيها قشط استغوار لسطح اللوحة إلى ما وراء هذا السطح، بحثاً أيضاً عن البعد الواحد، وفيها كتابات، والكتابة هي إضافة إلى الرسم، هي من عالم اللغة، عالم مدرك، مقروء ربما، وكذلك علامات. لكن إضافة عالم اللغوي على سطح اللوحة اللي هو تشكيلي مادي محسوس به بصريا، هل التعامل بين العالم اللغوي والعالم المادي، هذا النوع من الكولاج أو التفصيل، هو أيضا يعبر عن مفهوم البعد الواحد. نحن الآن بإزالة عمل فني كامل ولكن لم يرسم بشكل مقصود بتاتا، وانما ظهر من قبيل الصفر، وهو الان موجود في ساحه العدلي ومهمل متروك مغلق، كان فيما مضى مجالا لفرق التذاكر، مكتبا لفرق التذاكر، وهو الان مهمل، وضيفت عليه فيما بعد اضافات شوهدت تقريبا بعض الاعلانات خلوها عليه.
هذا هو بشكل عمان التلقائي اللي حاولت حاول أطلع تسعين أن أكتب عنا مقال بهذا الاسم. بس الشاهدون بعض التفاصيل عن هذا الكشك لو سمحت. هذه إحدى لوحات الكشك الجندي المجهول المغير الذي لم يكتشف بعد الآن ولم يعمل له أي مصر. لحظة لوحة دقيقة تنتهي. الآن أذكر أيضا أن الاهتمام بهذه السحنات في الأخشاب في الدار دارة الفنون هو أيضا حناية مقصودة وجيدة جدا في مجال البحث واكتشاف جماليات البيئة. هذه لوحة أخرى غير مقصودة. وهذه أيضا من لوحات كشك عمان شبابي. هذه الاختزالية بالإمارة، هذه الاختزالية بالمساحات، هذه كلها قد يصف تظهر. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. فعلاً هذه الأشياء جماليات تلقائية مثل الجهود في الحدائق. الآن إحنا في شيء آخر في عالم آخر وهو عالم الآثار، استخدام الفروهات في وصف بعض المنظمات عند السومريين. هو كان من قليل يعني هنا احنا لو نسوي خطوط وهميه تكون عندنا ست مربعات. هذه المفروض ما يسمى بالاوفاق، اقصد الجداول السحريه اللي هي متداوله عند الراس في الاحفاديه سحريه، هي هذا تمثل ما يسمى بالنسبه الثلاثي. فقل من الرتبه الثلاثيه عاده هو يكون الرقم خمسه او الصفر، اي الفراغ المحض. انا شخصيا اعلل ظهور هذه الفتحات بالاثار السومريه هي من هذا الباب، مع ان كثيرين يتصورون انها هي مجرد وسائل تعليق اللوحه. هذا بالتفسير اعتقد بعيد عن الحقيقه. هي الرتبه الثلاثيه انما غير معنى. الآن لو تسمحون قبل ما نجي لهذه راح أقرأ في شيء ملائم حول المسألة. تأملات مشرقية في ساحة العدل. لم تكن طيور فريد الدين العطار الشاعر الشرقي لتسمر مسرعة وهي متجهة صوب السيمورغ عبر كل الجبال والوديان أرض الفناء الصوفي، وذلك لكي تجهل أسرار مزايا المرايا السحرية عبر قلوبها الخافقة ولو لمرة واحدة في حياتها، فهي ستجهلها جهل معرفة لا جهل جهل، وحينئذ ستعود سليمة لم تتصدع ولم تتشرد. في بحث بعد واحد في الواقع صوفي من يعني الطيور رموز والزهور أيضا رموز لرحلة صوفية ذوات متصوفة نحو المرشد أو نحو أحرمان لحظة الفضل، من سيفسر له معنى هذا؟ الخضر صحبة قاطع جبال ووديان مسيرتها الطامحة، إن عمان كحديقة طيور الأبقار قبل أن يفارقها مستلزمها تظل محتفظة بشرى زهورها حافظة بلا انقطاع، ومنفعلة لرفات تلك الطيور المستلزمين إذا لم يكن لرواتها نوايا سوى أن يمتلكوا نوايا فشاق خالدين
مفضلين الشيخنا حتى جهور الورود التنسية في اللون على شأن كل زهور الأخرى الحاضرة. وهكذا كنت وأنا أحتاج على محيط الإنسان والتضاريس والمناخ في موقع الأرضي في بشكل صغير من أكشاك العردني ساحة أسفار زوارها وروادها، كنت أحفل بالتطلع إلى إحدى مراياها السحرية المعاصرة أو عزلة كشكها المهجور والذي كان يوما ما مكتبا لقطع تذاكر السفر إلى الضواحي والمدن البعيدة، وإذ هي تعلن لنا عن بعض أسرارها فعمان اليوم من خلال وحدة منظومتها المعمارية. أقول أن عمان اليوم في شظية من شظايا تلك المرآة وفي عمل فني تم صنعه مسبقا دون ما صانع المذكور يعني ريدي ميد حمحمة أو صهيل لأحد خيول فرسانها أو نسمة من نسائم واحة من واحاتها الماضوية. وهذا نحن نصغي إلى ابتهالات شيوخها وتنهدات شبابها بحميمية المتقاطرين في صفوف طويلة عند مواقف حافلات ومركبات أسفارها كأصداء لمؤذن مساجدها وجامعها ولقرع أجراس كنائسها وحتى لكركرة أطفالها. وإذ نحن خاشعين لعواطف آباء وأمهات وأبناء وأصدقاء وعشاق يتأهبون بالسفر إلى الأقاليم ولا يتأهبون معاً، فهم في جوهر إشكالية مهاجر مقيم لا يزال يحتفظ بجدوى لا هجرته. الآن إذا سمحت نستأنف السلايدات. هذه في الواقع نوع آخر من المبنيات البيئوية التي نحاول كفنانين أن نستلمها، وأنها في الواقع لا أعني نفسي بالضبط ولكن أعني كل البيئويين والمهتمين بالبعد الواحد. لاحظون أن الكتب القديمة هي ليست بمجرد كونها ذات مضامين مقروءة في الورق كمواضيع علمية أو فلسفية أو صوفية أو إلى آخره، ولكن هي كعالم مستقل بذاته مقروءة حتى بجلودها حتى ب يعني كل كيانها. ما ممكن أن نفلس إحنا نميز الجلد عن المضمون. اللوحة تمام يسمها الرسام، لكن حينما تؤطر في حكمة وحتى توضع في محل المعرض جيد هي بمجموعة المعرض والإطار واللوحة نفسها في آن واحد. الإنسان لا يبدو دائماً عامياً إنما بملابسه أيضاً. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. فجلود المخطوطات في الواقع هي جزء من المخطوطات، وهذا أيضا بمفهوم البعد الواحد والبحث المحيط واضح. البعد تلاحظون هذه في الواقع هذه الذات أنا اكتشفتها في دار صدام المخطوطات في الثمانينات في بغداد وكانت مهملة، ومدير الدار أرانياها من قبيل إنها مهملات، قلت له لا هذه أعمال ثانية واهتموا بها وبدأوا يهتمون بها، لكن من دار الصيانة يعني يعيدون المخطوطة كما كانت في تدوية أو مداوات أو إصلاح جلدات المخطوطات تماما كما تصلح الآثار المكتشفة وتوضع في المتاحف. لاحظوا بدايات بعيدة، يعني هذا الجلد ربما من قبل 200 سنة، وبي حاول المجلد أن يضع حشوات يسخن فيها جلد المخطوطة وقسم منها به كتابات. لأن الجذور الرهيبة لما يسمى بالأوب آرت من البصري اللي ظهر من بازاريلي في هنغاريا في أواسط القرن، من حيث تكرار الأشياء واستخراج نتائج جديدة
هو ان انا في تكرار للحروف، لكن هالتكرار خلينا نشوف تكتبه جديده. هذا ايضا جلد مخطوط اخر منتزعه، وانا في الواقع في هالمرحله احاول ان استلم هذه الجلود في تقنيات عمليه فنيه، قد انجح وقد لا انجح. فلو شفنا الجلد اللي على المسائل هذا ايضا نفس اليد، هذا نفس الفكره الجلد الاول. يعني انا بالواقع مفتون بالمرجعيات، وربما الفروهات الموجوده هي التي استلمتها او ساعدتني على الاعمال الفنيه الاخيره اللي استعدلت بها فروهات. وطبعا انا حاولت ان افهمها كماتيريالز، كمواد تساهم في المواد الاخرى في سطح اللوحه الفنيه، وهي ايضا منفذ للوصول الى بعض اللوحات. من الفنانين المحيطين استفادوا من التأطير هذه الفطر غير المقصودة لهذه الجلود، أعتقد كثيرين في العراق منهم سامي الدبار إنما يستخدمها في أسلوب الروح، كذلك فاخر محمد فاخر، ولو ما المطلعين كانوا هم على المرجعيات ولا بعض أجزاء من الخطوط هنا في البديان. الرقع التصليحات نفسها تساهم في إضافات جديدة على العمل الفني. الآن احنا هسه إذا تسمحون أقرأ أيضا شريحة مقروءة حول هذا الموضوع بالذات. كتبت موضوعا حول هذه الجلود ولم ينشر بعد، بعنوان عاشق الجلود. وقصة هذا العنوان هو أني حينما كنت في درس الدم المخطوطات ناقش الأستاذ أسامة النقشبندي حول هذا الموضوع، كانت الدكتورة غنية زوجة مدير المركز قد انتبهت إلى اهتمامي، وهي مسؤولة عن ترميم الأعمال، عن ترميم المخطوطات في مركز في دار صدام الشمال. فقالت لي: أستاذ شاكر، أنت هل قد مهتم بالجلود؟ يعني شنو، أنت عاشق للجلود؟ قلت لها: نعم أنا عاشق للجلود. وبالتالي ظهر المقال بهذا العنوان، لكن أنا أكتفي من هذا العنوان بمقطع أو بالأحرى بشريحة بسيطة. معنى العشق لدى الجلود، وهو طبعا استطراد خارج الموضوع، ولكن بالأخير يضيف أو بالأخير يحقق اكتشافنا لقيمة مخطوطة من خلال الجلود نفسه. يظل التفاني أو الفناء المتداخل أو التماثل والتداخل بين نصفي دماغ الكائن البشري وربما الكائن الخليقي أو الإنسان بمعناه الشمولي محور كل عشق. فهو الحوار الذي سيعقبه حوار جديد وإلى ما شاء الله. يعني كما يعرف علميا أن دماغ الإنسان تكون في الواقع من نصفين، فالجهه اليسار هي تحتكم الجانب اليميني وبالعكس، وهناك اشياء مهملات في الدماغ البشري، وهناك طاقات مهمله تستيقظ عند الازمات. فاذا اهماليات الجلد في المخطوطه او هناك كثير من المهملات اخرى، وهي ما يشترى عليه ربما ما
معاصريا بمعنى المنفصل من حيث العلاقات المنفصل لكي يوضح هذا المفهوم. الحقيقه التاريخيه تدون بشكل كتاب تاريخي، والمؤرخ يجتهد في ان يضمن هذا الكتاب ما يستطيع من حقائق. لكن السؤال هو يا ترى هل ان الوثائق التاريخيه كما حدثت تستعاد من خلال كتابه التاريخ باسرها؟ سؤال رهيب. اذا استطاع او حينما يكتب مؤرخان في نفس الموضوع فلا شك انهما سوف يختلفان في تحقيق الحقيقه. لماذا يختلفان؟ لانهما كل منهما يكتب من خلال رؤيته هو، لكن الحقيقه تبقى مضاعه كما هي كما حدثت في حينها. التاريخ دائما هو تاريخ مطعون بكونه تاريخ غير حقيقي، اذا هو يمثل معنى المتصل لنقول، لكن اذا هناك المنفصل. فالبحث عن المنفصل هو من هموم ثقافتنا العالميه المعاصره، ومن هنا اهتماماتي الاخيره بان اللوحه ليس وجها واحدا وانما لها وجه خفي ايضا. ولذلك لوحات اللي ظهرت اخيرا في الاربعينات 94 ومنذ 92 كانت مرسومه من جهتين، وكنت استخدم الضوء للتنافس لكي يحقق التنافس ما بين الجهتين، ما بين هذه الازدواجيه بين المنفصل والمتصل. لكي نكون معاصرين اذا علينا ان نجد المنفصل في المتصل والمتصل في المنفصل. نعم، الان راح تشاهدون بعض لوحات من اعمالي الفنيه وكيف توصلت من خلالها الى نتائج معاصر. هذه تقريبا اول اعمالي من 48، وهي لوحه مكتوبه بتاثيرات بول سيزان، وهي لوحه تشخيصيه منظر طبيعي من طباعي. نعم، لوحة أخرى من 54 أيضا تشخيصية تمثل موضوع الحباس، هو من المواضيع ذات الطاقات الرمزية. فالحباس شخصية دينية، شخصية أسطورية دينية، ولكن أنا في الواقع كنت ألمس فيها للفارس العربي أو الإنسان المعاصر ولو زي ماضي. نعم، بعده هذه من ايضا الصوره الانطباعيه الاولى في قريه من قرى الشمال وهي شقلاوه. نعم. وتكرار. نحن الان في قفزه في مطلع السبعينات. كتابه علي في المنفذ الاستعمار، ولكن هي في الواقع مثل الجدار. جدار عليه كتابات. هذه ايضا هنا كانت بدايات اهتمامات بالجدول السحري او بالاحرى ما يسمى بالنطر، اللي هو هذا النطر الثلاثي اللي حدثتكم عنه، اللي هو 2 7 2 9 4 7 5 3 6 1. فالخمسه او النقطه اللي هي قلب الوتر، قلب الجدول السحري. لكن هذا الموضوع ايضا هذا مكبر هنا، وهو مرتب عليه بايقاعيه موسيقيه معينه، كلمات الله ومحمد. هذا ايضا حينما بدات ابحث عن معنى البعد الواحد كان اهتمامي بالشقوق الجداريه، لان يعني الشق الجداري هو خط وانما غير مرسوم، يعني وجود الصدى بين سطحين، صدى يعني ما في حدود ما في ابعاد، لكن هو كان لنا معنى الشكل الاخر.
الله ولكن هناك كما لو انها استمرت اللوحه لم يشير الى شكلها المحلي ولكن لا تتقارن بالدوام. هذه لوحتي هي اعتبرها ماستر بيس يعني شنيف او من اجمل الاعمال عن مندي مدينه حدوديه راحت ناحيه الفصل الجبار بين العراق وايران اثناء الحرب الايرانيه. هو مساحته كبيرة وموجودة الآن من مقتنيات النشر صدام أيضا الشق الجداري كبحث عن معنى المرض الواحد وصورة شريحة للجدار عليها إدخال وشكلنا بعد أي التصليحات تصير على الجدران. هذه بالواقع استعملني بعض التصليحات يعني جدار عليه شقوق وخلنا عليه إصلاح تطلع نتائج لونية جديدة. هذا أحد الأمثلة وعليه الوسط أيضا موجود. هذه أيضا مرسومة في الثمانينات تحضرنا الألوان تماما مختزلة إلى أن تكاد أن تصبح ألوان للتربة الهندسية، لكن التكوينات الهندسية لا تزال تلعب دور إيقاعي مثل الكومبوزيشن في موضوع الصورة والأرقام كذلك. هذه من مقتنيات مركز صدام للبنون. تركت هذا محمد بن العطار في الوقت قبل ما تستشهد. اي هذه لوحه اخرى عليها حرفيات جداريه وهي من مقتنيات انعرضت في معرض الكويت في بدايه الثمانينات. عليها خبشات كتابات جدارية وما إلى ذلك. هذه من أوائل لوحاتي بالستينات اللي بديت أدرس من خلال العلاقة بين الحروفيات وبين التكوينات البيئوية دون أن تكون النظرية قد مركزت بيني وقتها، لكن هي فيها جذور بحروفيات وربما فيها تأثيرات لفنانين عالميين. هذه من مجموعة المعروضة بالكويت أيضا فيها حروف. الحروف تكاد أن تكون تلقائية من خلال ما على الجدران في هالفترة. نهتم بالجدران من حيث استلامة في عمل بعده. هذه ورقية واستخدمت فيها تقنية القشط يعني هاي حضر اللوحة وعرضها للمياه تصدق. أنا أريد أن أعيش في الورق من خلال التصدق وبالتالي لما أقشطها تطلع ألوان جديدة وهكذا. فالبحث عن البعد الواحد من خلال البيئة موجودة أيضا في مثل هذا الأعمال. هاي المنطقة وغير الحزاوي فيها ثلاث مسحات مع حرف شدة حرف. هاي الشدة ما تبي بالحروف نقول الله عز وجل الله. والشدة هي punctuation بس هي بحرف شكل مختزل لأي حرف
هذا. والمسحات تعرفون في الشوارع موجودة كتابات ممسوحة. فبالقدر ما تمسح الكتاب تخرج. يعني حينما تغطى تجي بالنظر أكثر مما لو كان غير مغطى. هذه في الواقع أيضا محاولات البحث عن الخط. يعني الآن إحنا نستطيع أن نشوف خط عمودي لكن متدرج من خلال هذه الوقعة. فأكو خط بس ما هو رسمه. هاي الإمكانية اللي كنت أبحث عنها. هاي طبعا معرض كاملة كان عن خط ألف والخط العمودي. هاي أحد الأوقات. هذه محاولة أخرى في البعد الواحد. ولاحظون أنها هي محاولة لإدراك اللون، يعني قراءة اللون ورؤية في الألوان. لكن الاختلاف يصير أنه كل اللوحة فيها ألوان حيادية. حينما نقرأ أحمر، أسود، أخضر، أبيض، إحنا إذا اختبرنا اللون الأسود، اللون الأحمر، اللون الأخضر، اللون الأبيض في ذهننا، يعني كشيء مقروء، أما كشيء محسوس بصريا، فهذا الألوان. هالمحاولة أيضاً في مجال البحث الواحد، يعني في مجال البحث، الله هو مستور في داخل المرجعية النفس. دي وسائل جميلة. بعد يعني ده اشتغل على مسألة استحداث الفراغ في اللوحة. هذا ديكير من أو لوحة خلص 92 في منتدى عبد الحميد شومان الأول. تلاحظون استحداث الفراغ حرف نعم حرف هي تصور في الحلقة. طبعا هذه تعبر عن محاولتي لاكتشاف ايضا ما وراء السطح وليس مجرد انتشار على السطح من الانتشار وانما البعض الواحد بيؤمن قبل ظهور البعضين. نعم هنا هناك تفكيك للحرف ك يعني الحرف لما نوصل الأشياء المدونة إلى أبعد حد من ما هو مختزن نفكر أحيانا كيان الحرف الواحد لأن هذه المحاولة ظاهرة من حرف ألف وحرف باء لكن هم يكبرون إلى الحرف كاف. بحث عن ما قبل الصفحة ما قبل الواقع المرئي المحسوس المدرك هذه من أرض في معرض تراجع الألمان في باريس عام 88 وهي مرسومة في بداية الثمانينات وفيها استلهام بكتابات مقروءة دار زخم ووعي تأويلي يعني الحسود لا يسود فإذا من مناسبة الحسود جملة مقروءة هي تبعد الحسد عن ما هو مقروء. لاحظنا أيضا تكوينات جدارية هواية اسمين أنا استخدم الواقع مواد من البيئة نفسها اسمين جوز طابوخ سكر مع الطابوخ وهكذا حتى ننقش جوز وهي مسحة جدارية. هاي ورقة معكوسة كلمة حرية موجودة في جدار مسجد منا أيضا جدار على الخربشات وعلى الاختطافات والمسحات شعرية حرية بإذن الله. أنا متدين في الجدار سامحوني.
هذه المعروضات معروضات متحف الفنون في لندن جغرافية من في الحرف ألف بدخل عربنا خطين من في الحرف بيه كلمة فار يعني 87
قيمة عددية لكلمة طار 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 محولة إلى شكل إشاري، كذلك التصالب السبعة والثمانية. هذه الأشياء في القاموس الخاص لها معاني واضحة، بس عموما هي تبدو مهمة. هاي كذلك لاحظت هذا الشرط الجداري موجود الآن بسبب كل الورقيات. هذا الجهة الثانية من لوحة ووجه أخرى بالبطل معا. نعم هذه إحدى الرباعية الآن يعني نهتم بالرباعيات يعني الفصول الأربعة بالشكل الرباعي للحيوانات القصورية. هاي أربع لوحات بمعنى الفصول الأربعة ثم جزية يعني الآن هم موجودين، واحدة منهم موجودة في برج الحرب في سفرتها نحبها معروضة على الجدار من العروض. هذا في لندن تمثل فصل الصيف، هذيك كانت تمثل عندي يعني خريف مع الصيف. شو عادت في اللون الأحمر؟ نعم اللون الأحمر وش عادت فيه؟ هو اللون الأحمر هو غلس فيه بالصيف حرارة يعني يا العصر. نعم هذه هي المعنوية الآن موجودة في متحف الحروب في مكة وفي بني العربية. نعم هذه ربما في الشتاء هي من داخل الفصول الواقع يعني ما في فرق بين شتاء وصيف إلا في منظر الخارجي يعني جو فيكون وحدة. وأود أن أبين لكم أن الفصول الأربعة هي بالنسبة لنا فصول أربعة، بس بالنسبة لمن يسكن القطب الشمالي والقطب الجنوبي فهي يوم واحد. يعني أكو ست أشهر ليل في الشمال في القطب الشمالي، وقبل ست أشهر نهار في القطب الجنوبي. فإذا السنة القطبية هي كل الفصول الأربعة. يعني سبحان الله. هذه من اللوحات اللي ايضا استخدم بها الازدواجيه والعلاقه بين الفراغ والانتلاء المقرر والممتنع. وهنا الظلال ايضا في بعض الدول، بس الظلال المقصود من خارج اللوحه. هذه لوحه اخرى بنفس المعنى. وهنا التخريج هذا مقصود وقسم منه مو تخريج يعني لأنه أكو أسطورة أو وسيلة تعويذية معروفة من إحنا الأطفال، لما واحد تصير يعني أمه تحضر له هيك ورقة زرقاء وتشكشكها وفي كل خرقة تسمي اسم من أسماء الحسار بالأب والأم والفلان 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 إلى آخره. فهذه أنا استخدمتها من وسائل البحث عندي في موضوع الألواح. طبعا التأثيرات ظهرت كفنانين آخرين من الشباب. هذا على الورق الخط المستقيم أو الواد الواحد الأساسي اللي 74 سويت عليه عرض لا يزال موجود في الباب تكوين الفكرة. الدالات والمفردات اللي اشتغل عليها هسه مثل ما تلاحظون بشكل حلزوني التخريف التفريغ الازدواجية وهكذا، فهذه هي مجموعة أو المنظومة اللي نحاول أن نوصلها في البحث. التضليل يعني استخدام الظلال هذه الازدواجية شو اسمها؟
ازدواجية يعني الصفحة هذه أكو وراء صفحة أخرى. فلما نعرضها بالضبط راح توحد الصفحة. مش مستوعبة أنا اللي وراء صفحة أخرى، إيش يعني مش مستوعبة؟ يعني هذا الحال قد تكون هي هاي بالذات قد تبدو أشياء قليلة في الجانب الآخر، لكن لاحظتي التداول السحرية اللي ظهرت في لوحات واحدة إذا كانت من جهة مرسومة بها الجداول ومن جهة مرسومة بها سحرات جدالية من هذا، فحينئذ تبدو متحدة لما تعرض أمام الضوء. نعم معروضة أمام الضوء، لكن بيحدث أيضا أن الغلاء جاية من الشباك بتظهر في اللوحات، يعني دائما تكون العلاقة بين منفصل ومتصل. العمل هذا نوع من البحث معاصر. أعتقد قبل يومين أو ثلاثة أحد الكتاب اللي هو من سنين بس أصله عربي في جريدة الرأي فاز بجائزة كونكور لسبب بسيط، هو أيضا بحث عن الازدواجية بس بمفردات أدبية. متصل يعني هو اللي ظاهر لنا مباشرة من المنفصل. يعني الحقيقة احنا نفهم به الحقيقة الكيان متصل واضح، هو بالواقع يبقي ما قبل جانب من الحقيقة غير منتشر بها. فمحاولة اكتشافه هي من هموم الثقافة المعاصرة في العالم هسه في الوقت الحاضر. نعم. أعتقد هذه نهاية المحاضرة. أشكركم على حسن استماعكم وصبركم الطويل على. نشكر الأستاذ شاكر حسن على محاضرته القيمة على الأعمال اللي عرضنا إياها، وما بعرف في سؤال أي شيء مع إنه صار في أسئلة أثناء المحاضرة. تفضل. الصوت بس لو سمحت. سؤال بشكل عام عن يعرف احنا بالأواخر القرن التاسع عشر كان في محاولات من الألمانيين محاولة ربط الفن بالعلم خاصة فيما يتعلق بالهندسة اللائقة بالنمط والجيومتري من محاولة البعد الرابع والخامس. نعرف توباشيفسكي الهوسي نظرية تصور الفراغ من 11 بعد وغيرهم رينان، فكانت محاولات لرسم تصور فني بالتصورات أو الأفكار العلمية يعني. فهل كان هذا له دور في محاولة تطوير نظرية البعد الواحد؟ في الواقع سوراء والكيمياء واللي حاولوا ان يهتمون بالعلم بالعمل الفني اللي هم ما بعد الطباعيين كما هم معروف وغيرهم من بعض الفنانين الروس، هو بحث مهم ومستفيض فيما وراء البعد الثالث، فيما بعد البعد الثالث. يعني الفكر الإنساني الأوروبي باعتقادي مشروط ومحدود بما هو مالي، بما هو مادي، بما هو قابل لأن يكون موضوع لما يمكن أن نسمي بالتسلط في العمل الفني. ليس المفهوم هو المقصود، بس المفهوم أن الروح الإنسانية في الفن الأوروبي كانت قد انتهت في البحث عبر الفن التشكيلي بظهور التجريد، بظهور التجريد وليس من قبيل العبث أن يسمي كاندينسكي كتابه المشهور باسم مساهمة في البحث عن الروحي في الفن. فما هو الروحي في الفن؟ هو العالم الداخلي، هو العالم الداخلي. طبعا أنا شخصيا اهتميت بمسألة البعد الواحد من نفس المنطلق
اللي انطلق منه كان دينسكي، وإنما بمعطيات تقنية صرفة. يعني أذكر في الستينات قلت إن الفن الأوروبي روحيته هو فن تشخيصي بالأساس، في فن عصر النهضة، في فن باروك وآخره، وغياب التشخيص هو تجريد. إذن تعبير عن الأبعاد الثلاثة في التشخيص كيف أبدأ بها وأنا في بلاد في البلاد العربية في الشرق الأوسط، يعني في المنطقة المعتدلة الحارة في العالم؟ فكرت بالبعد الواحد، وهو قلت إذا كان سطح اللوحة بالبعد يعني يستوعب بعد ثالث وهمي اللي هو البرسبكتيف مثل ما يؤدى من خلال الفن الأوروبي، فلماذا لا ألجأ إلى ما قبل ظهور السطح في العمل الفني وهو البعد الواحد؟ فالبحث عن المجهول، عن المنفصل، البحث عن الروح بمعطيات تقنية، اكتشافها من خلال الشق، من خلال ازدواجية اللوحة، في الواقع هو مضمون هذه المسألة. الوقت طبعا الزمن اللي اكتشفه أينشتاين باستعارة بيكاسو في العمل الفني لا يزال هذا الزمن مقروب بصيغة أيضا أوروبية بحتة باعتقادي، لأنه الزمن السيكولوجي هو غير الزمن العلمي وغير الزمن الروحي. الزمن بالمعنى السيكولوجي ما يشعر به الإنسان من توقف مستمر، لكن معناه العلمي الفيزيائي يختلف وأكو مؤلفات تختلف. أما الزمن الروحي فهذا هو اللي يمثل هموم الإنسان المتطلع لمعنى الروح.